هذا وقد حرص معرض البحرين الدولي للطيران 2022 على إقامة المنتديات التي تستعرض أحدث التكنولوجيا والمعلومات في قطاع الفضاء، وكشفت هذه المشاركات عن جهود الشباب في هذا القطاع وكافة المشاريع التي كان لهم دور في المشاركة بها فضلا عن الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال. منصات غنية بتفاصيل دقيقة نقلت زوار المعرض إلى الفضاء من خلال العروض المتنوعة يقدمها عدد من الشباب المتخصصين في هذا المجال، توضح الدور التثقيفي والتوعوي بالفضاء وعلومه وتطبيقاته المتنوعة وأثرها على حياة الأفراد والمجتمعات ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. هي فرصة إن احنا نجتمع كدول عربية في مجال الفضاء ونستفيد من التوقيع اللي تم أمس من مذكرة التفاهم بين مصر والبحرين، وأيضا اجتماع المجموعة العربية وتواجد الأشقاء العرب. واليوم بندرس في المعرض في إمكانية التعاون، وفي ثلاث مشاريع حتى الآن بيتم دراستهم ليبدأ العمل فيهم بدءا من شهر يناير القادم إن شاء الله بيننا وبين البحرين. بنركز برضو في ثلاث مشاريع على الشباب وإزاي نأهل الشباب وإزاي نتعاون مع بعض في مجال تأهيل الشباب في العمل في الفضاء. نحن جدا سعيدين بتواجدنا اليوم في معرض الطيران الدولي في مملكة البحرين من نسختها السادسة، وسعيدين أكثر بلقاء زملائنا من دول أخرى في مجال علوم الفضاء، وإن شاء الله راح يتم إطلاق أول منتدى متخصص في قطاع الفضاء مع مشاركين من عدة دول، وراح يتم إعلان عن معسكر الفضاء اللي راح ينعقد إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية. طبعا اهتمام مملكة البحرين في الشباب وفي قطاع الفضاء فتح لنا أفق كثيرة، منها الإنجازات والإبداع، ومو بس على مستوى محلي بل على مستوى إقليمي أيضا. اليوم نحن مشاركتنا يعني من خلالها نحن طبعا نروج عن البرنامج الفضاء الإماراتي، لكن في نفس الوقت نحن ندعم القطاع الفضاء اللي في المنطقة يعني ككل. واليوم نستعرض يعني في المنصة عندنا البرنامج الفضاء الإماراتي، طبعا يضم عديد من البرامج لكن ركزنا على بعض البرامج، ومنها طبعا البرامج الاستكشافية للفضاء العميق. هذا ويقدم معرض البحرين الدولي للطيران منتدى الفضاء الذي يقام لأول مرة في البحرين بمشاركة مجموعة واسعة من وكالات الفضاء وأصحاب الشركات ممثلين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يناقش الخبراء كيفية إدماج الأجيال المقبلة في قطاع الفضاء ومشاركة التجارب الناجحة لانخراط الشباب في علومه المتقدمة. وكالات الفضاء العربية تحط رحلها في البحرين وتحديداً في معرض البحرين الدولي للطيران لتكشف من خلال مشاركاتها أبرز الجهود التي تم بذلها في هذا القطاع، فضلاً عن أن تجمع وكالات الفضاء تحت سقف واحد يساهم في تبادل الخبرات بين الشباب المتخصصين في قطاع الفضاء. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.